مشاهدينا الكرام، لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية من غزة دكتور رائد أبو داير. أهلا بكم دكتور رائد. بداية، يعني جمعة سادسة من الغضب، إلى أين تذهب الأمور في فلسطين؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نحن نعتقد جازمين أن جميع الأحداث تدور أو تسير باتجاه تطوير أداء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن على موعد إن شاء الله سبحانه وتعالى مع مقاومة موجعة ضد الاحتلال تنال أهدافا استراتيجية وتغير من واقع الواقع الميداني والواقع واقع المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني اليوم يقف وحيدا ولا يستند إلا لله سبحانه وتعالى، نفض يده من الأنظمة العربية وحكامها الخائنين، وبالتالي اليوم اليد الفلسطينية ستواجه المخرج الصهيوني بكل جدارة وقوة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد عملية نابلس حماس تدعو لتوسيع رقعة الاشتباكات مع قوات الاحتلال، يعني هل تتوقعون توسع الاشتباكات مع الكيان، وإلى أي مدى يمكن أن تتوسع؟ أخي الكريم، مسألة توسيع المواجهة مع الاحتلال أصبحت مسألة وقت وليس خيارا فلسطينيا أو خيارا لأي من فصائل المقاومة. المقاومة الفلسطينية مجبرة اليوم على توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال، وليس توسيع الدائرة بل تطوير الأداء ونوعية الاستهداف. عملية نابلس كانت محورا مهما في نقل واقع المواجهة مع الاحتلال من حيث التوقيت والتنفيذ والآلية، وكذلك نوع الهدف الذي تم حفظه كحاخا مسؤول عن كنيستين في مقتصدات الضفة الغربية. وبالتالي حركة حماس اليوم تستقرأ مستقبل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي وباقي فصائل المقاومة عليها أن يعدوا أنفسهم لتوسيع الرقعة وتوسيع الأداء وتطوير الأداء، وأيضا أن يكون هنالك جودة في الاستهداف من حيث نوع الهدف وكذلك من حيث قوة الهدف. طيب، في المقابل الولايات المتحدة لن توقف التصعيد ضد الفلسطينيين، ما الأثر الذي برأيكم سيخلفه وقف الدعم الأمريكي عن الأونروا؟ يعني أخي الكريم، استقطاع 185 مليون دولار من ميزانية الولايات المتحدة للأونروا هو يعد ثلث ما تدفعه الولايات المتحدة، لكن بالمقابل لو قطعت الولايات المتحدة والعالم كله الدعم على الأونروا، لا يمكن أن يساوم الفلسطيني على كرامته وعلى عزته وعلى حقوقه المشروعة. وبالتالي نحن لدينا وجهة نظر أخرى، أن مزيدا من هذه الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين يعني مزيدا من توجه الفلسطينيين نحو الانفجار الكبير الذي سيكون له ظلاله وآثاره على المنطقة كلها، وبالتالي على الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا و الخائنين العرب من الزعماء العرب أن يتحملوا نتاج ما يحدث في الواقع الميداني. أخيرا، حماس، يعني مواقف حماس أو الخطوات التي تقوم بها الآن والحراك الذي تقوم به، برأيك هل يمكن أن يؤثر على المصالحة الفلسطينية، وأقصد على الطرف الآخر كذلك؟ أخي الكريم، نحن نعتقد أن بنود المصالحة الفلسطينية واضحة، أنه تم توقيع المصالحة على أساس بناء العقيدة الأمنية وبناء الوحدة الوطنية، وأن يكون من يقوم بالتنسيق الأمني هو خائن، وبالتالي حماس ذاهبة بهذا الاتجاه. إذا كانت اليوم السلطة الفلسطينية تعتقد أنها لابد أن تقدس التنسيق الأمني ولابد أن تستمر في المفاوضات من أجل المفاوضات، فنعتقد أن على الفصائل الفلسطينية أن تقول كلمتها. المصالحة الفلسطينية بالنسبة لنا مراقبين يعني كمؤسسات حقوقية في الواقع الفلسطيني، نعتقد أنها لابد أن ترتكز إلى الحقوق والثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التفريط فيها. من يريد أن يفرط فلا يمثل إلا نفسه، ونحن على أخي الكريم نقول لك بشكل واضح أن الأمة العربية والإسلامية عليها أن تطمئن، لديهم إخوة لهم في فلسطين مستعدون لدفع الضريبة عن كل العالم العربي والإسلامي، ولكن نريد دعمهم المادي والمعنوي، نريد أن دائما يكونوا سندا وظهرا. نحن نفضنا أيدينا من الزعماء العرب الخائنين، ونحن نعلم أن إرثنا ومخزوننا هو شعوبنا العربية،
التي دائما هي بخير كانت وما زالت وستبقى بخير إن شاء الله سبحانه. الدكتور رائد أبو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.